أشرقت شمسة بروحي. أعزائي المشاهدين في كل مكان والأهل والأحباب في الكويت، نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج إشراقة الكويت. أنا ليلى الشمري من الكويت، وزوجي عادل الشمري من الكويت أيضا. يا هلا فيك عادل. يا هلا فيك ويا هلا في المشاهدين الكرام. في هذا البرنامج الجديد راح نكون على تواصل معكم أسبوعيا، وهذا البرنامج يتضمن على صلاة نطلب فيها بركة الرب لنا جميعا، وفيديو قصير وآية من الكتاب المقدس، وتأمل قصير بما يخص موضوع آية اليوم، وصلاة حق ديرتنا الحبيبة الكويت، وترنيمة، وطبعا الرد على الإيميلات والتعليقات اللي راح توصلنا منكم على برنامجنا. ولكن في الأول نحب نعرفكم على أنفسنا أكثر، ونشارككم في اختباراتنا وشلون حنا عرفنا المسيح تبارك اسمه، وشلون تغيرت حياتنا اليوم. راح نسمع اختبار أبو أحمد عادل، خلونا نشوف مع بعض هذا الفيديو. أنا عادل الشمري من الكويت، مسلم سني كنت، وعشيرتنا كانت طبعا شمر، عشيرة كبيرة، متزوج وعندي 4 أطفال. حياتي بالكويت كانت كل شيء متوفر لي، رجل أعمال، أيضا دراستي كانت هي الشريعة الإسلامية، كنت ملتزم لغاية يوم، يعني كل شيء متوفر لي، ولكن في عطش وفي جوع داخلي، حق شنو أنا ماني عارف. فلغاية يوم صار الحرب بين الكويت والعراق، والعراق دش علينا، فقررت أني ما أطلع من الكويت، ولكن الأمور صارت صعبة والحياة صعبة، وكانت صارت الكويت كأنها مدينة أشباح. فقررت، خفت على زوجتي وعيالي، قررت أني أطلع من الكويت. فطلعت من الكويت ورحنا لديرة ثانية، وبعدين طلعنا لديرة ثانية، دخلنا حق الأردن عن طريق غير مشروع. في الأردن اشتغلت من رجل غني إلى رجل فقير جدا، ما عندي الإمكانية أني أشتري خبز حق عيالي، فاضطريت أني أدور على شغل. اشتغلت كذا شغلة، وكنت خايف أني أروح حق أني أقدم على شغلة معينة ولا شيء، لأني أنا داخل هذه البلد عن طريق غير مشروع. فيوم الأيام اتصلت عشان الأهل يساعدوني في الكويت، فدزوا لي مبلغ، لكن قبل لا يدزوا المبلغ يوم اتصلت فيهم، أنا في أخت عراقية زوجها هو صاحب المكتب، جت المكتب ويوم شافت واحد من العيال كانت تقول لي هذا ابنك المفروض في سن مدرسة، والمفروض يكون هو الحين في المدرسة، ليش هو وياك؟ قلت لها بصراحة أنا ما عندي الإمكانية أنا داخل مدرسة خاصة. كانت تقول لي في كنيسة موجودة في نفس الشارع، يعني درس الأطفال مجانا. فبالبداية تضايقت وعصبت عليها، قلت لها من صدقك أنتي؟ أنا دارس الشريعة الإسلامية ومسلم، وتبيني أودي ابني عند المسيحيين؟ كانت تقول لي أنا مسلمة بعد، وعيالي كلهم يدرسون هناك. فقررت أني أخذ ولدي ثاني يوم ورحت حق الكنيسة، وطلبت من عندهم أن ابني يدرس عندهم، ولكن في شرط بأن وقت الحصة الدينية مالتهم أبي يطلع برا الصف. فكانوا أمناء وكانوا يحاولون أن يطلعونه برا الصف، ولكن هو كان يرفض ويقعد في الصف. بعد 3 أيام من الدراسة، يوم رحت باخذ ولدي من عندهم، كان يقول لي في اجتماع عندنا إذا تحب تحضر ويانا. فقلت لهم طبعا أكيد، لأن ولدي يدرس هناك. فأنا اللي فكرته بأنه هو اجتماع حق الآباء، ولكن يوم حضرت قعدت أنا وزوجتي في الصف الخلفي في الكنيسة، لأن متخوفين من هذا الشيء، لأن الصورة اللي أخذناها في المدارس ومن العائلة ومن المجتمع عندنا في الخليج صورة بشعة حق المسيحيين، يعني المسيحي كافر، المسيحي مشرك، المسيحي أباحي، المسيحي هو حرف كتابه، المسيحيين نجسين، وفي آية تقول إنهم غردوا خنازير. فكانوا في تخويف لنا من المسيحيين، فمن خوفنا من عندهم ومن الأشياء اللي سمعناها واللي درسناها من طفولتنا لكبرنا احنا خايفين. فكنا قاعدين في اخر الصف، ف
فبدأوا يرنمون وبدأوا ترنيم وصلاة ووعظ وشي. استغربنا قلنا مسوين حفلة ذيلة ولا ذولا ميانين ولا شيء. المهم بعد ما خلصوا ولا انتهى كل شيء وما تكلموا أي شيء عن الأطفال. فطلعت حق زوجتي قلت لها ايش حق دعونا إذا هم ما تكلموا على الأطفال، مو اجتماع الآباء هذا؟ كانت تقول لي تدري ذيلا مساكين، ذيلا يمكن طريقة عبادتهم كذي. فقلت أول ذيلا صج مساكين، ذيلا حرام يروحون حق جهنم. تدرين شون أنا بروح أحضر وياهم على طول وبتكلم وياهم عن الإسلام، لأني أنا عندي يعني معرفة في الإسلام ودرس الشريعة شيء، أنا لازم ذيلا أتكلم وأدعوهم للإسلام عشان حرام يروحون لجهنم. فبديت أحضر وبديت أتناقش وياهم وبديت أعصب عليهم، وكان ردهم علي مو هو طبيعي، يعني ردهم علي بكل فرح وبكل سلام وكل تواضع. أنا معصب بطق الغسيس وهو كان يتكلم بكل تواضع معاي، كان يزيدني يعني يزيدني غضب أكثر وأكثر. يعني أنا معصب عليه وهو يتكلم معاي بكل طيب وكل احترام، ليش؟ شو الفرق اللي بينه وبينه؟ فشوي شوي بدأت كلمة الرب تلمس قلبي، بدأت أسمع لهم شو يقولون، بدأت أركز على الكلام اللي هم يقولونه. إحنا كمسلمين إحنا لما نروح المسجد خوف من الله، لأن الله شديد العقاب، الله يهدي من يشاء ويظلم من يشاء. لكن أول مرة أسمع في الكنيسة بأن الله يحبني، الله محبة. شيء ثاني بعد أنك في المسلمين أن المفروض يعني نموت في سبيل الله علشان نرضي الله وعشان نروح الجنة مباشرة، لكن أول مرة أسمع في الكنيسة بأن الله نفسه ترك عرشه في السماء ونزل على الأرض ومات على الصليب من أجلي أنا، أنا منه عشان الله يموت علشاني. أنا هذا الإله اللي أبيه، ما أبي الله اللي قاعد في السماء ويهدي من يشاء ويظلم من يشاء، أنا هذا اللي قاعد أدور عليه. بدت كلمة الرب تشتغل في قلبي، لكن الكبرياء اللي عندي هو كان مانعني عن هذا الشيء. آخر شيء الله تعامل أيضا معاي في معجزات، لأنه هو يسوع أمس واليوم إلى الأبد، ما يتغير بالمرة. فيت فلوسي من الكويت، يوم يت فلوسي من الكويت بديت مشروع صغير في مجمع الزرقاء في الباصات، مجمع الباصات مال الزرقاء اللي في الأردن. فكل حاجة بريزة، فكنت الشهر الأول كان زين، الشهر الثاني كان زين، الشهر الثالث كان عندي نقص 50 دينار. فحاولت أني أجمع ال50 دينار في هذا اليوم، ما قدرت. فقررت أني أروح أتسلف من صديق لي تعرفت عليه في نفس المنطقة. فيوم رحت هناك سألت قلت أنا محتاج 50 دينار عشان أكمل إيجار، عشان يقول لي صدقني يا أبو أحمد كل الفلوس أنا دزيتهم حق عائلتي في مصر. فحط لي كرسي قدام العمارة وقعدت أنا على الكرسي وأفكر في الموضوع شنو الحل، ومضايق لازم أعطي الريال فلوسه بكرة. وهو بدأ ينظف قدام العمارة وأنا قاعد على الكرسي حسيت في شعور داخلي يحثني أني أنظر تحت الكرسي. فيوم استغربت من هذا الشعور، يوم طلعت تحت الكرسي ولقيت صليب من خشب، مسكت الصليب، ويوم مسكت الصليب تذكرت كل شيء كان يدور في الكنيسة، شون كان يصلون، شون كان يرنمون، شون كان يوعظون. وبعدين مسكت الصليب وقلت يسوع المسيح إذا أنت الله مثل ما هم يقولون أبيك تساعدني الحين، إذا ساعدني الحين أنا راح أسلمك حياتي. بس هالكلمتين اللي قلتهم ومباشرة الشخص رمى المكنسة من إيده، كان يقول لي أبو أحمد خلينا نروح حق يارنا. فرحت معه حق يارا، دق الباب على يارا وطلع الشخص هذا من البيت، كان يقول له أبو أحمد محتاج 50 عشان يكمل إيجار. فالشخص قال لحظة شوي، دش داخل ورد إياه وفي إيده ورقة ب$100 وعطاني إياها. أنا استغربت من الشيء هذا، هذا عامل وال$100 هذه راتب شهر كامل حقه. فقلت له ممكن أسألك سؤال؟ كان يقول تفضل. قلت له تعرف اسمي الكامل؟ كان يقول لا أعرفك أبو أحمد. قلت له زين تعرف أنا وين ساكن، عنواني ولا بيتي ولا شيء؟ كان يقول لا. قلت له أيل شون تثق فيني وتعطيني ال$100 هذه وهي راتب شهر كامل حقك؟ أنا يعني سؤالي هذا مو علشان بشوف الشخص ليش وثق فيني ولا شيء، أنا بأثبت بأنه مو المسيح اللي استجاب،
لكن الواقع هو المسيحي اللي استجاب حق هذا الشيء. فمن ذاك اليوم أنا سلمت حياتي حق الرب، ولكن خبيت هذا عن زوجتي. بعد فترة قررت أني أقول حق زوجتي. فيوم جيت حق زوجتي قلت لها أم أحمد، كانت تقول لي نعم. قلت لها في عندي خبر لك. كانت تقول لي شنو الخبر؟ قلت لها بصراحة أنا تركت الإسلام والحين أنا مسيحي. زوجتي نينت، أنت مينون، أنت ما عندك سالفة، شلون أنت كفرت كذي، أنت رحت عشان تغيرهم، ضحكوا على عقلك وغيروك. قلت لها لا، هو هذا الطريق، هو هذا الصح، صدقيني ما في غيره. كانت تقول لي لا، أنت كافر وأنت مو زوجي بعد. طلعت وأنا أتمشى في الشارع وقاعد أفكر في هالموضوع. بعدين الشيء اللي استغربته أنا مو هو أن زوجتي عصبت علي وبدأت ترفع صوتها علي، هذه أول مرة طبعا عندنا في الشرق الأوسط يحصل، لكن اللي استغربت منه هو أنا شلون ما يعني ما عصبت. أنا إنسان عصبي، يعني إذا أي كلمة تجيني تجرحني ولا شيء بكسر الدنيا، مستعد أني أقتل علشان هذا الشيء. لكن أول مرة صوت يعني زوجتي ترفع صوتها علي وأنا طبيعي ما أنا معصب ولا شيء، استغربت من التصرف اللي أنا تصرفته. وأنا ماشي برا قاعد أسأل أقول يا رب يسوع المسيح، أنت مستحق أني أخسر زوجتي وعيالي علشانك؟ حسيت في سلام. فآخر شيء رديت حق البيت. يوم رديت حق البيت لقيت مصيبة أكبر. إحنا عندنا غرفة واحدة هي، والغرفة هذه نقول لها 3-in-1، هي غرفة نوم، هي صالة، هي مطبخ. فلقيت أم أحمد شو مسوي فيها؟ قاصتها في النص في شراشف، قطعتها في النص. فجيت قلت لها شنو هذا؟ كانت تقول لي أنت كافر، أنت مو زوجي بعد، هذا مكانك أنت وهذا مكاني أنا وعيالي. فقعدت ما عندي غير أني أصلي لها. حاولت وياها كذا مرة أني أتكلم وياها أقول لها ترى هذا الطريق صح. شيء كان كنت كل ما أتكلم لازم تعصب. آخر شيء المهم انفصالنا دام 6 أشهر. بعد 6 أشهر وأنا أصلي وبدموع كنت أقول يا رب أبي زوجتي وعيالي. يوم فتحت الكتاب المقدس والتي عيني على الآية اللي في أعمال الرسل 16:31، آمن تخلص أنت وأهل بيتك. فقلت يا رب هذا وعدك لي، أبي زوجتي وعيالي. المهم بعدين جيتها قلت لها ليلى ممكن أطلب منك شيء؟ كانت تقول لي تبي تكلمني عن المسيح مرة ثانية؟ قلت لها لا، بقول لك شيء، أنت طلبي من الله خلق السماء والأرض، تركي المسيحية وتركي الإسلام على جنب، قولي يا الله يا خلق السماء والأرض وريني وين الحق. كانت تقول لي أوكي أنا راح أقول هذا الشيء. قلت لها بس تطلبي من كن قلبك؟ كانت تقول لي ماشي. المهم كان يوم سبت، هي نامت في مكانها هي وعيالها وأنا في صوبي. جت الصبح مثل مينونة، جت عادل 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 إيش فيك؟ كانت تقول لي أنا شفت حلم، والحلم حلو جدا وأنا فرحانة كنت في هذا الحلم، واللي شفته يعني نفس الفرح اللي كان في الحلم موجود عندي إلى الحين. قلت زين الحلم شنو اللي شفتي؟ كانت تقول الحلم شفت كأني أنا ميتة ولابسة ملابس الإسلامية السوداء مع الحجاب والنقاب وكل شيء، ويو 4 أشخاص حطونا على قطعة من الخشب ومديني حق المقبرة، وفي الطريق شفت بركة ماي صافية وقالوا لي إذا تبين تردين للحياة مرة ثانية نحطك في الماي هذا وتردين للحياة. فقلت لها أوكي. كانت تقول بعدين حطوني في الماي ورحت تحت الماي وطلعت من الجهة الثانية، أنا رديت الحياة مرة ثانية وملابسي بيضة وبدون حجاب وفرحانة. قلت لها إيش تبين بعد أكثر من كذي؟ كانت تقول لي يعني شنو؟ قلت لها أي إنسان بدون المسيح هو إنسان ميت. ثانيا الملابس السوداء هذه هي خطايانا، والماي الصافي هذا هو يرمز للمسيح، ويوم حطيتش في الماي أنت مت مع المسيح وقمت مرة ثانية، ملابسك البيضة المسيح قص الخطايات، بدون حجاب الله حررك من العبودية اللي أنت فيها، شنو تبين أكثر من كذي؟ كانت تقول لي زين قول لي بعد على المسيحية. فبديت أشرح لها شلون دشت الخطية عن طريق أبونا آدم لخلاص المسيح وصلب المسيح. فكان عندها عطش، كل مرة كانت تتخانق وياي لما أتكلم عن المسيحية ولا يبطار المسيحية كانت تعصب وتزعل وشي. أول مرة أم أحمد كانت تسمع مني بدون عصبية بدون أي زعل. ففي الأخير كانت تقول لي الحين أقدر أصير مسيحية؟ أنا من سمعت الكلام هذا أنا نفسي بديت أرجف، ماني مسيطر على نفسي ولا ماني مصدق اللي قاعد أشوفه.
قلت لها هي لحظة شوي، أنا بروح أجيب صاحبي وي وهو يصلي معك. فرحت جبت صديقي ويا وصلى معاها وقبلت الرب. من ذاك اليوم لليوم احنا نخدم الرب المجد، لأن الله انتشلنا من الظلام إلى نور عظيم، والله حررنا من كنا عبيد إلى أولاد. كل الذين آمنوا باسمي أعطاهم السلطان أن يكونوا أولاد الله. أجمل من أنك تكون ابن بدل عبد، وأجمل من أنك تمشي في النور بدل ما تمشي من الظلمة. ونصيحتي لكل واحد بأنه لا يفكر بس بالشيوخ، شنو قال الشيوخ، شنو الشيوخ يعطونك. احنا المفروض الله عطانا عقل عشان نفكر فيه ونبحث فيه. في ناس تعبد البقر، وفي ناس تعبد الشمس، وفي ناس شيعة، وفي ناس سنة، وفي 70,000 ديانة. يا ترى كل دين وهو موجود صح؟ المفروض نستخدم العقل اللي الله عطاه لنا ونفكر نبحث. أنا ولدت سني بشوف أنا صج ماشي بطريق الصح ولا بطريق الغلط. إن ولدت إني في عائلة تعبد بقر، صج هو الله بقر عشان نعبده؟ فالله ميزنا عن باقي المخلوقات في العقل، والله خلقنا عشان نحب بعض مو نكره بعض ونقتل بعض. فأنصح كل أخ يسمعني الحين إن ما في خلاص إلا باسم يسوع المسيح. أتمنى أن تستخدم العقل وتفكر، أن لا تعتمد على الشيوخ، لا تعتمد على آخرين، لأن بكرة أنت اللي راح توقف يوم القيامة، أنت اللي راح توقف أمام الله، والله راح يحاسبك أنت، ما يحاسب الشيخ فلان ولا يحاسب الشيخ فلان ولا الإمام فلان، راح يحاسبك أنت. أنت اللي راح يسألك ويقول لك شو اللي سويته، أنا مت على الصليب من أجلك، أنا غسلت خطاياك في دمي، أنت شو اللي سويته لي. الرب يبارككم ويكون معاكم. بعد صلاة طويلة الرب حقق لنا هذا الحلم، حلم أن نفتح برنامج جديد حق ديرتنا وأهلنا في الكويت، ونوصلهم الرسالة، رسالة الخلاص من خلال هذا البرنامج. فعلى أبو أحمد، ممكن تقول لنا شنو شعورك؟ أبو أحمد، أنا سعيد جدا بصراحة، أن هذا كان حلم بالنسبة لنا. نشكر الرب أن الرب استجاب للصلاة بعد ما صلينا وايد مع بعض وكنا نصلي بدموع. نشكر الرب أن الرب استجاب لهذه الصلاة وبدأ البرنامج، وعظيم جدا بأن الرب يعطينا بركة بأن يكون لنا برنامج خاص حق أهلنا وحبايبنا في الكويت، ونقدر نوصلهم الرسالة مثل ما موجودة في الكتاب المقدس على صورتها الحقيقية، ما هي الصورة المشوهة اللي نسمعها من شيوخنا ومن العالم هناك. احنا سعيدين جدا، طبعا انا جدا سعيد وفرحان بهذا البرنامج، وراح نستمر في الصلاه بان الرب يبارك. ونشكر ايضا قناه الحياه لانهم هم اللي فتحوا المجال وساعدونا في هذا الشيء. عادل، ممكن صلينا لهذا البرنامج؟ امين. نشكرك يا لنا صالح، نباركك نمجدك يا رب، ما اعظمك وما اعظم اعمالك يا لنا صالح. يا رب نشكرك من اجل استجابتك العظيمه يا رب. يا رب نصلي من أجل هذا البرنامج، نضع هذا البرنامج بين يديك لتكن مشيئتك وإرادتك يا رب. تكون أنت سيد وملك على هذا الاجتماع وعلى هذا البرنامج يا رب. يا رب تبارك هذه الخدمة إلى نصالح. يا رب أيضا نصلي من أجل كل إنسان يسمعنا في الكويت وفي دول الخليج يا رب، أنك أنت تتعامل مع معاملة خاصة معه يا رب، لأن الغير مستطاع لدى البشر مستطاع لديك أنت يا رب. يا رب بارك يا لنا صالح وعطينا فرح وسلام، ونشوف نفوس تي حقك يا لنا صالح. باسم المسيح لك كل كرامة ومجد، آمين. آمين. بعد ما شفنا مع بعض شلون عادل عرف المسيح وسمعنا مشاعره، خلينا نشوف ترنيمة ونستانس بكلماتها مع عن محبة الله. بصلي أن كل واحد شاركنا في هذه الحلقة يصلي ويطلب من رب الكون أن يكتشف المحبة الحقيقية في المسيح. ولو كان عندكم أعزائي أسئلة أو اقتراحات بخصوص برنامجنا، ما ترددوا أن تكتبوا لنا على صفحة الفيسبوك أو على الإيميل. الرب معاكم، يبارككم، وللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.
أشرقت شمسة بروحي بددت كل الظلام بددت كل الظلام حبه دوالي جروحي مثل بلسم للألام مثل بلسم للألام أشرقت شمسة بروحي بددت كل الظلام بددت كل الظلام وحبه دوالي جروحي مثل بلسم للألام مثل بلسم للألام أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف ما هو رب يحب يعاقب مثل جلاد بسيف أب محب وصاحب لا مرعب ولا مخيف ما هو رب يحب يعاقب مثل جلاد بسيف كلها مكروه انتقام أشرقت 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 نفسي حست بالأمان يا كثر حبك يا ربي وينك انت من زمان أول ما سكنت قلبي نفسي حست بالأمان بنوع ثاني من السلام أشرقت 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 ربي بدلها بفرح ونسيت به كل تعبي ومعها الهم راح كل حزني وكل كربي ربي بدلها بفرح بسرور على الدوام أشرقت 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 يسري بالوريد صرت أنا إنسان ثاني مثل مولود جديد هو وجودي كل كياني حب يسري بالوريد يعجز بوصف كلام أشرقت 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 شمسة بروح